انطلاق الحملة على ولاية الجزائر العاصمة هنا في هذا المكان يعني البوليكلينيك تاع لي سورس، وهذه البارح واليوم يعني انطلاق الحملة الوطنية اللي رانا حاليا في إطار توزيع اللقاحات على مستوى الولايات اللي عندها أكثر حالات، اللي سجلت أكثر حالات إلى حد اليوم، وثم تنطلق أيضا في الولايات الأخرى. راح تكون حملة تدريجية، ماهيش حملة اللي عرفناها في السنوات الأخيرة، حملة يعني مدة أسبوع أو 14 يوم، ولكن حملة اللي راح تدوم قرابة عام، قرابة عام، يعني باش يكون عندنا فرصة باش نلقحوا كل المواطنين بصفة تدريجية. ما فيش خطر يعني في التلقيح هذا، كما بعض الناس يقولوا اللقاح ماهوش فعال ولا فيه الخطر، ما فيه حتى خطر هذا اللقاح. وشفتوا امس البوليدة كان في يعني طلب كبير من مواطنين اثناء التلقيح اللي درناه تما في ولايه البوليده، وايضا على مستوى كل ولايات فيه انتظار المواطنين في وصول هذا اللقاح على مستوى الولايات نتاعهم.